السلام عليكم شباب معكم دسلينجر او الجهدي في هذا الفيديو راح اشرح لكم كيف تقدر تتحدى اخوياك او اي فريق تبغى تتحدى ضده في ديستني الموضوع مره سهل وبسيط طبعا الموضوع حق تتحدى اخوياك لازم تلعبون كلاسيك 3 في 3 او 3 ضد 3 هذا السبب اللي يخليك تلعب كلاسيك 3 ضد 3 لان عدد قليل جدا يلعب هذا الموضوع ويمديك تحصلهم بسرعه حتى لو رحتوا سكرمش العادي اتوقع يمديكم تحصلون بعض الموضوع سهل اهم شيء يكون عنده فريقين ثلاثه ضد ثلاثه الفريقين يكون الهوست قريبين من بعض كل ما قرب الهوست الى بعض يعني هوست الفريق الاول و هوست الفريق الثاني او مع الاخر ليدر يكون الموضوع سهل تسوون بحث في نفس الوقت وراح يطلع معاكم ايفالويشن او سيرش طبعا الحين احنا سوينا بحث وحصلنا سته طلع عندنا سته وعندهم سته بس دخلنا مع فريق ثاني زي ما شفتون الحين قدامكم في الفيديو اذا حشفتم فريق ثاني اللي دخلتكم الليدر يسوي كيك اللي معه ويسوي شينج كاركتر حق لا يدخل الجيم ويطول وبعدين يسحب من الجيم يطول على مشوار يحسب عليه خسارة فيعطيك كيك لأخويا ويسوي شينج كاركتر ويرجع مرة ثانية إلى الأوربت وتحاول مرة ثانية طبعا شوفوا الحين المحاولة الثانية هذه في الفيديو قدامكم راح تزبط ونلعب مع أخويانا فطبعا شفتون هذا زبطنا الحين وبس بالبحث الثاني زبط على طول يعني الموضوع ما يطول أبدا أهم شيء كلاسيك ثلاثة ضد ثلاثة تروح نسوي بحث مع بعض اذا طلع لكم ايفالويشن او ستة من ستة مع بعض في نفس الوقت راح تلعبون مع بعض اذا ما طلع لكم لعنات ان تجاوبكم على فريق ثاني أغلب قوانين اللي يلعبون فيه هذه الثلاثة وثلاثة يلعبون بدون دروع اكزوتك وتكون شخصية وحدة لكل كلاس يعني مثلا يكون عندك بيت دانسر واحد او جولدن واحد في الجيم ما يكون في اثنين جولدن او عادي يكون في تايتنين بس واحد يكون سترايكر واحد يكون سن بريكر عرفتم كيف والاكزوتك عادي اي اكزوتيك لان اللايت ما يهم فشيء فشي... ثاني يعني فهذه قوانين تقريبا شباب اللي يلعبون حاليا الشعب واللي يتحدون فيها وهذه طريقة انك تتحدى ثلاثة الثلاثة اذا عندك اي سؤال اكتب تبريه في الكومنت تحت او تقدر تسألني على تويتر راح اجاوبك عليه في اسرع وقت ممكن ونشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي سلام عليكم